منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. هي بداية الحصة بأرقام الحقيقة مفزعة للأسف، نقرأ فيهم ونثبتوا ونعود ونثبتوا، ولكن هذه أرقام حقيقية. اللي يقولوا أنه 20% من نسبة الوفيات في تونس، نسبة الوفيات عموما من بين هالوفيات هذوما كل 20% أسبابها الأمراض المرتبطة بالتدخين. يعني اليوم فما أكثر من 20% من نسبة الأشخاص اللي قاعدين يتوفوا السبب الرئيسي هو التدخين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأمراض اللي يتسبب فيها التدخين. صحيح. دونك كيف ما حكينا قبيلة، دونك المشكل اللي هو اليوم اللي الحملات التحسيسية قاعدة تصير بها دولة تونسية، فما برشا برامج جستمان للوقاية أو الإقلاع جستمان على التدخين، واللي رصد جستمان الأضرار البدنية والوخيمة اللي تنجم يسببها التدخين في حد ذاته. اللي نحن كي نحكيه اليوم على أضرار التدخين نحكيه بصفة مباشرة على أمراض الرئة والقلب. دونك الأمراض اللي اليوم تنجم يجي منها، وخاصة الأمراض اللي عندها علاقة بالأكسيدون فاسكولير سيريبرال، بمعنى كونه الجلطات القلبية والسكتات القلبية اللي تنجم لا قدر الله عافانا عافاكم الله من جراء جستمون التدخين، ينجم الإنسان يوصل للصحة النفسية المتدهورة، الصحة الجسدية المتدهورة بالطريقة هذه. فاليوم نقطة استفهام، وخاصة بالنسبة للصغيرات اللي اليوم ولو في سن مبكر برشا ولو يدخنوا. نحن حتى ساعات كي نسمعوا في عائلتنا معناها يبدأوا يحكيوا على تدخين والكل، معناها حتى من الأعمار قبل، معناها في زمن القديم زمن السبعينات والثمانينات يقول لك أنا بديت 14 سنة، بديت 16 سنة، بديت 15 سنة. اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه في شوارعنا وفي مؤسساتنا التربوية وفي المؤسسات العمومية، تلقى صغيرات عمرهم بين 9 و 10 سنوات يقتنيوا في السجائر وقاعدين يتكيفوا. دونك يبداو معناها سن التدخين سن مبكر جدا حتى مقارنة بالأجيال الفارطة. دونك اليوم السؤال يطرح نفسه، بنا حق معناها انت اليوم صغير يجيك باش يشري دخان وتمدلو الدخان؟ اسكو فما ناس قاعده تراقب في الظاهره هذه والا لا؟ اسكو الظاهره هذه معلن عليها واسكو نقوز الخطر ديجا تنقز ولا الا لا؟ اسكو قاعدين نتلهاو بالصغيرات باش نحسوهم جوستمون للاضرار هذه ونعطيوهم الاليات للتوقي من مثل هذه المظاهر ام لا؟ اليوم الكبير كي تمشي باش تحكي معاه باش تقول له راهو صحتك وراهو يضر لك بصحتك، قديش قاعد يسمع منك وقديش قاعد يطبق؟ اسكو اليوم عندنا نحن مراكز كيف ما مراكز اللي تعنى بال 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 بالتوقي من الادمان او الاقلاع عن 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 شرب انواع معينه من المخدرات، خاطر ما ننساوش سوار اللي التدخين فيه ماده مخدره اللي هي النيكوتين اللي هي تجي في المرتبه الثانيه بعد الهيروين، راه معناها مش حاجه نستهينوا بها، هو مسكن، هو نستعملوه جوستمون النيكوتين نستعملوها مسكن الاوجاع ايتترا. دونك اليوم هذاك علاش من اكثر الامراض اللي تتسببها التدخين هما امراض اللي مباشره لجهاز التنفس، يعني الاوعيه الرئوية والأوعية والقصبات الهوائية وكذلك أمراض القلب. بالضبط مدام سونيا، ديجا اليوم الناس اللي يسمعوا فينا اللي قاعدين المدخنين خاصة كان يعرفوا الأضرار الجسدية والنفسية متاع التدخين على صحتهم بالحق، راهو معناتها أضرار عديدة على مختلف معناتها برشا أمراض يتسبب فيها اليوم التدخين للأسف. للأسف اليوم البعض ما همش واعين بالخطورة هذه، خاصة كما قلت أنت وقت لي صغير طفل يبدأ عمره 14 و13 وللأسف راه فما أقل معناتها للأمانة. لا فما أقل، معناتها كلام أكدهولك أنا دونك انا عندي اطفال تجيني في محادثات نفسيه من بين الحاجات يقول لك انا نتكيف، وهم اعمارهم ما بين 9 و 10 سنوات موجود. معناها للأمانة احنا قلنا 14 سنه، ولكن الحقيقه هو الناس اللي يسمعوا فينا زادت نجموا تاكدونا المعلومه هذيا انه اليوم فما صغار بالحق يبداو يتكيفوا في عمر صغير برشا ويواصلوا فتره المراهقه هما يتكيفوا، من بعد كي يكبروا يلقاو صعوبه باش يبطلوا الدخان. احنا مدام سونيا مازلنا مواصلين معاك النقاش، نبداو نستقبلوا تليفوناتنا. معنا سي محمد، مرحبا بك سي محمد على موجة الحياة. فاهم السلامة.
مرحبا بكم يعيش. مرحبا بكم، انا محمد زيراوي. مرحبا، حبيت نتدخل معكم. مرحبا بك. عجبني الموضوع ومهم برشا، كنت اني كولي وكعندي اطفال معناها. نشكر ضيفتك على اختيش مرت على تقريبا عديد النقاط اللي بالحق نقاط مهمه ومهمه جدا. من خلال التدخين، هو صحيح اليوم العالمي، لكن التدخين هو على كامل العالم موجود، ومن اليوم العالمي ننقطع فيه حتى اللي يتكيف ينقطع فيه. كما اليوم العالمي عدم استعمال السيارات مثلا، وموجود يوم عالمي معناتها باش نورمالمون اللي يتكيفوا وما يتكيفوش، ولكن يومك هاو ماهوش كافي نتصور. بالضبط، لانه هي مش معمول به، لانه هو العقل حتى تنقطع نهار، والعقل الباطني ديما يرجعك للعاده هذه، العاده السيئه. للاسف العاده السيئه، ولا هي مربوطه فيزيولوجيا بالنيكوتين كما كنت تحكي سيادتك، الموجود في الجسم. معناها ادمان، شنو هو ادمان؟ وكل مره يطلبك الحاجه هذيك يحس ناقص منها يلزمه يستعملها، لكن هل هي الاسباب نتاعها مش تحل المشكل؟ ما تحلش المشكل اللي عنده مشكل، اذا كانت مش يعمل بها جو ولا مدراه هي مش تعمل له جو ولا مش تضره في الصحه نتاعو. ممكن التدخل نتاعي حبيت يكون اكثر تدقيق في مستوى الاطفال اللي يتعاطوا التدخين، واللي هو النقطه الاخطر في هذا الكل. النقطه اللي يعطيك الصحه هذه اللي جبت انتباهي، نشوف الفضاءات التربويه، معناها المحيط به الكل، وقت الراحه ولا غير الراحه، تلقي صغيرات معناها في مقتبل العمر 13 و15 و12 سنه معناها يتكيف لك في الدخان. المسؤوليه لشكون ترجع؟ للوالدين، للمؤسسات اللي بالحق تمنينا انه يصدر قانون زجري مثلا، انه المحيط المدرسي ما يكونش فيه ناس تبيع دخان ولا قهاوي ولا غيرها، على الاقل الصغير كي يخرج ما يلقاش متوفر لديه انه يتكيف. صحيح. اكثر من هذا الرقابه ما تكفيش، والقوانين الردعيه، بقدر انه ما تكون هي تربيه الحقيقه، التربيه تبدا من الوالدين. انه التحسيس والتوعيه. بالضبط، التوعيه. انه ولكن زاد ضروري انه تكون فما مراقبه في عدد من المؤسسات التربويه. اكيد. ولما زاد يتم معناتها منع استهلاك، واذا كان ما نعرفش انا نقول، حتى اذا كان زاد يتم اخذ قرارات في معناتها ضد الاطفال، خاصه الصغار اللي بداوا يقراوا في الكوليج ويتكيفوا. ومولا هنا الإشكالة في الآليات، أنه داخل المعهد ثم شكون يراقب من مدير وقايمين وغيرها وغيرها، ممكن إحالته استدعاء الولي، لكن خارج الإطار المدرسي كيفاش باش تراقبيه؟ باش يجي يعاون أمن يقول له شبك تتكيف وإلا هذا؟ علاش قلت ترجع للتربية؟ مع أكثر وعي العائلة، نبداو بالعائلة، نبداو بالعائلة، بالأب بالأم، أنه البو والأم اللي يتكيف ويمنع صغيره ما يتكيفش راهو صعيب معناها باش يسيطر على الحالة. اثنين، يجب أن يحكم على الصغيرات هذوما، معناها أنا نوجه الآباء والأمهات للحوار مع خاصة في سن المراهقة، والناس اللي تعرف معناها علم نفس الطفل بصفة عامة وعلم نفس المراهقة. مدام سونيا راهي أخصائية معالجة نفسانية، يمكن أنت ما بديتش تسمع فينا من الأول أنت محمد. أي يمكن، هي أنا ما ندخلش فيها، هي ما يمكن تدير الدقة. نحكي لك أنت تنجم تعاوننا في الموضوع هذا، تنجم على الأقل تحكي لنا من الجانب النفسي، ولا إذا أنت عندك أي استفسار تنجم تجاوبنا عليه أنت ولا المستمعين الكل، تكمل تحكي لنا. واضح، يعطيك الصحة. شكرا. العفو. دونك الأهم في الحلقة هذه كلهم الصغيرات، إضافة للقوانين والرقابة وغيرها، هو الوعي والحوار أكثر من هذا الكل. وثلاثة، نجم نشوفوا البديل لذلك، لماذا الطفل هذا الطفل في وقت الفراغ اللي عنده ساعة، نرجع لهنا للعودة للزمن المدرسي، التلميذ اللي عنده ساعة وساعتين كروز ما يقراهمش، وين مش يقضيهم هو أصحابه؟ تعرف الخلطة نتاع الأصحاب والرقابة نتاع الأصحاب، وخاصة الوقت اللي ما عادش عندنا قاعات مراجعة نخليو فيهم. يعطيك الصحة. دونك لهنا ثم يلزم حلول بديلة في قاعات المراجعة، قاعات المطالعة، أو خارج الفضاء المدرسي، وهو توفير النوادي وتوفير الناس اللي تراقب وإلا تحيط وإلا تكون وإلا ترشد وإلا تنشط. يلزم تكون ثم كثافة أكثر لتوجيه الصغيرات هذوما في شكل نوادي، في شكل هم الطفل على الطفل ألقى، وهم يوعوا بعضهم ويأخذوا قدوة لبعضهم، أكثر من أنه نجوا نسلطوا عليهم قرارات معناها، وإلا مش نحكوا لهم مواضيع كيكة تجي أنت مش تعمل له محاضرة ما يفهمكش. دونك هذا هو أكثر الحاجات اللي يمكن حبيت نشير لها في الموضوع هذا. يعطيك الصحة سي محمد على المداخلة هذه، تتفاعل معك مدام سونيا، يعطيك الصحة على النقاط اللي عطيتهمنا، والأهم هو كما قلت أنت في موضوعنا لليوم الأطفال المدمنين على التدخين. مدام سونيا نعطيك الكلمة.
ساعة. أولا يعطي مرحبا بك سي محمد، يعطيك الصحة على مداخلتك القائمة. دونك أشار إلى نقاط مهمين جدا نحن بدينا فيهم للأمانة. دونك ومن بعد سي محمد دونك زاد أثرى جوستومون بالمداخلة نتاعو النقاط اللي نجمو نحكيو عليهم. قلت لي اليوم نحكيو على أعمار على دي فورشيت معناها نتاع عمر، يعني اللي ولاو هما مستهدفين في كل ما عنده علاقة بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، من بينهم جوستومون دونك الإدمان على التدخين والإقبال المكثف اليوم على التدخين خاصة في المرحلة العمرية اللي هي مرحلة ما قبل المراهقة. ديجا المراهقة هو ديجا شفيتها، دونك ولينا من قبل نحكي وقبل قبل معناها فترة ما قبل المراهقة اللي هي ترجع ل 10 11 سنة حتى ل 13 14 سنة. دونك الفترة هذه العمرية هي ولات من أخطر الفترات اليوم، أكثر حتى من أزمة المراهقة. خاطر أزمة المراهقة صحيح ونعرفوها وقداش من ظهرها، قداش من دراسات معناها تشافت وشافت النور وحكينا حتى على الخصائص نتاعها ايتترا، لكن اليوم الظاهرة جديدة اللي هو كونه الفترة المراهقة تمططت في الزمن فأصبحت منقسمة إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو الأخطر اللي هو المرحلة الانتقالية ما بين الطفولة والدخول في بوابة المراهقة اللي هي مرحلة ما قبل المراهقة اللي تتزامن مع سن 10-11 سنة و 13-14 سنة. ولينا هذوما راوهم فين؟ وراوهم في المراحل الإعدادية، في المؤسسات الإعدادية. دونك وين نلقاهم هذوما؟ نلقاو الصغيرات كيف ما كان توسي محمد يشير، دونك فما برشا وقت معناها ما هواش قاعدين نوظفوا فيه في الإيجابي. دونك وقت فراغ كبير، الصغير باش يخرج، المحيط نتاع المؤسسة غير محمي، باش تلقى فما برشا عطارة، برشا معناها أماكن تباع فيها جوستمون التدخين. ونعرفوا نحن من خصوصية مرحلة المراهقة هو الانتماء للأقران. دونك يسوفي واحد بركة دونك في وسط المجموعة كونه هو يدخن اوتوماتيكمون الاخرين الكل باش ينخرطوا معاه في نفس الاسلوب، ما من يكون باش تسيطر على واحد ولا اثنين دونك باش تولي تحكي على مجموعات. وقت اللي غياب الانشطه والنوادي الترفيهيه والتثقيفيه داخل المؤسسات التربويه، فالوقت فيش باش يستثمر؟ دونك باش يستثمر في الشارع. دونك في عود باش يتعلم كان الدخان، نجم يتعلم حاجات اخرى. دونك وقت اللي انت باغ كونتر التلميذ هذاك في الفتره العمريه هذه الحساسه تخليه داخل اسوار المؤسسه التربويه حتى في اوقات الفراغ، وتستغل الوقت هذاك في الحملات التحسيسيه والتوعويه في الانشطه، هو بيدو ولي منخرط وقابل كونه يتناقش فيه الموضوع هذايا، وقابل باش يتعرف على المخاطر اللي قاعد تجي من سيارة من جراء تعاتي جوستومون مادة النيكوتين هو التدخين. دونك وقتها هو باش بيدو باش يولي عنصر فعال للتصدي لهذه الظاهرة، وهو باش يحمل المشعل على أساس كونه هو باش يولي يقنع الأقران نتاعو حتى كيرا ظاهرة من الظواهر هذه تمس واحد من زملائه أو من أصدقائه أو مثل من صحابه اللي يقراو معاه. دونك نحن في عوض نعملوا العكس، قاعدين توتالمون كاينا من غير ما نشعروا نشجعوا فيهم بطريقة غير مباشرة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر الكل مش كان التدخين. بيان سور انت اليوم وقت اللي المحيط المدرسة غير محمي دونك باش يجي يحل لك أي عبد، باش يحل لك أي حاجة بطريقة فوضوية. هذا سهل عملية أنه يشري يقتني صحيت على خاطرها ما هي فهم فماش رقابة ما نجمش يعرف. وقت اللي أنت صغيرك باش يمشي على أساس باش يشري دابو زماء، يستحق يشري دابو زماء ويلقى صاحبه يشري في الدخان ويقول له هو يقول له اشري معايا الدخان، ما نجمش يقول له لا. نحكيه على خصوصية مرحلة المراهقة مهما كانت التوعية متاع الصغير، وفي فترة من الفترات ينجم معناها يضعف نفسيته تضعف صحة نفسية متاعه حتى ولو كانت الإحاطة اللازمة. لكن كيف ما قلت لك راهي هي ديجا كلها مليانة الفترة هذية بالإفرازات الهرمونية، في وقت من الأوقات تلقاه مزاجي نجم يتقلق يكون اندفاعي يكون متهور، وينجم على أساس جس في عقلية متاع نجرب فيتيح جوستمون في البياج معناها اللي هو تاع الادمان. دونك هذه الى حاجه ثانيه. دونك اليوم هو كيف ما تراو كله مربوط ببعض. هتخن نعطيو التصويره محلاها وتنشوفوا كيفاش من غير ما نشعر باش القلب الصغير محمي من سلوكيات المحفوظ بالمخاطر الكل اونتخوتر التدخين. تراه لو كان جا جدول الاوقات نتاع الصغير معمول بطريقه ممنهجه، اش معناها؟ معناها ما تخليلوش فترات متاع فراغ في الجدول الاوقات نتاعو خاصة برشا سوايع وربعة صحيت اللي هو ديجا يقول لك اونتي بيداغوجيك، كونك انت كي باش تعملي جدول اوقات فيه ساعتين مثلا يقرا ساعة وبعد يرتاح ساعتين وبعد يرجع ساعة اخرى، هذايا راهو بيداغوجين غير مقبول.
لكن ساعات للضروره رانا نلقاو للامانه نلقاو جداول اوقات مصيغه بالطريقه هذه لعده اعتبارات مانيش باش ناخذوا فيها. ولكن اليوم خلينا ناخذ تصويره كي تبدا تكون محلها مبنيه على قاعده صحيحه. تلقى انت صغير ياخذ النقل المدرسي ويوصل في وقت محدد للمؤسسه التربويه، يعني ديجا فماش وقت كبير في فارق كبير في الوقت ما بين هو يستنى في الحافله او يستنى في نقل مدرسي ويوصل المؤسسه، كي يوصل المؤسسه يلقى بيبان محلوله، يدخل دوك تحتضن المؤسسه، يعدي السوايع اللي هو قاعد يقرا فيها فما معناها معناها ربع ساعه نتاع باش يرتاح فيها وبعد يرجع يقرا، من بعد كي يخرج يلقى النقل يستنى فيه، ياخذ النقل يروح للدار، دوك شوف محلها قداش منظمة الحكاية. دونك أصلا ما يلقاش الوقت باش يمشي يلوج على حاجات أخرى، ما تجيش حتى في ذهنه، فماش وقت فراغ. دونك فوالا، دونك هو نعرفوا نحن كل ما إنسان عنده وقت فراغ وما يستثمروش في الإيجابي أوتوماتيكمون باش يمشي للسلبي، من بينهم جوستومون الإقبال على التدخين. يعطيك الصحة مدام سونيا. الحقيقة البلانينج هذايا إن شاء الله يا ربي احنا ديما نقولوا ياخذوه بعين الاعتبار، واحنا كنا حكينا في أكثر من مرة على مشكل الزمن المدرسي ومشكل المنظومة التربوية في تونس ككل. بعد شوية يكون معنا رئيس التحالف التونسي للتدخين سي حاتم أبو زين، نحكيو معاه على التحالف التونسي ضد التدخين اللي هو أول تحالف من نوعه في تونس. نفهموا التحالف هذايا نتاع الجمعيات شنو هو الهدف منه، خاصة اللي تم الإعلان عليه اليوم في اليوم العالمي للإقلاع على التدخين. مشوار مازال متواصل معاكم 70 35 120، ديما على ذمتكم أنس الهمامي في استقبال تليفوناتكم. إذا كان عندكم أي استفسار، إذا كان عندكم تجربة شخصية إيجابية وإلا سلبية، نبارتجيوها مع بعضنا ونتقسموها مع بعضنا. منتدى الحياة من توا حتى للأربعة نتاع العشية. رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياة اليوم 31 مايو، اليوم العالمي للإقلاع على التدخين. هذاك علاش اليوم حبينا نحكي معكم على الإدمان على التدخين، حبينا نسمعوا شهاداتكم ومختلف آرائكم في الموضوع هذا. ديما نعاود نذكركم 70 35 120 على ذمتكم باش تتواصلوا معنا تتفاعلوا معنا. تنجموا زادة تبعثوا لنا ميساجات على باج فيسبوك الحياة فيم، تخليونا نوامركم واحنا نتصلوا بكم. سينون زادة تنجموا تكتبوا لي كومنتير تحت الفيديوهات المباشرة اللي تلقاوها على باج فيسبوك الحياة فيم. كما تعودتوا بينا في استوديو تكون موجودة بحضنا مدام سونيا جبيلي الأخصائية والمعالجة النفسانية. مرحبا مدام سونيا من جديد. مرحبا بك سيوار، مرحبا بكل مستمعي الحياة فيم، مرحبا بالتحقوا بينا جدد. دوك ان شاء الله كالعادة نقوموا بالإفادة. أكيد إن شاء الله تتحقق الإفادة، وانا نقول إن شاء الله علاش ليه اليوم حتى زوز أشخاص كهو يسمعوا فينا وياخذوا ديسيزيون باش ينقصوا من التدخين، ينقصوا من الاستهلاك نتاع التدخين هذايا، وإلا زاد لما لا يقروا أنهم يبطلوا الدخان. هذه اللي هي حاجة مش صعيبة، ومن بعد نحكيوا فيها معك. نحن عندنا شكون هنا إن شاء الله ربي يهديه، دوك هو قرر ونحن نشجعوه إن شاء الله. احنا نشجعوا أي واحد يخمم باش يبطل، وخاصة اللي يدي أشرت إذاعة الصحة، إذاعة الصحة القيروان. دوك يلزمنا على الاقل هنا اضعف الايمان، نحن بيدنا اللي نخدموا في وسط الاذاعه نكونوا مهتمين بصحتنا باش نكونوا نحن مثال يقتدى به. دونك نحن يلزمنا نهتموا برشا بالصحه نتاعنا، كسوة الصحه الجسديه والنفسيه كذلك، اي باش نجموا نمروا هالمثال هذايا لغيرنا والرساله. دونك ناثروا علاش لا، نكونوا مؤثرين في صفوف برشا عباد تدخل، ما تحتاج جست الكلمه باش تقول له بالله يلا تلهي بروحك وقيت باش 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 تعمل نقله نوعيه في حياتك. باهي مدام سونيا، نحكيو على أول تحالف مدني لمكافحة التدخين في تونس اللي الهدف منه إرساء السياسات ضد التدخين والتوعية بمخاطر التدخين. هذوما زوز أهداف أنا لخصتهم في من خلال التحالف هذايا. معنا بالتليفون رئيس التحالف التونسي للتدخين سي حاتم بوزيان، مرحبا بك على موجة الحياة فام. مرحبا بكم. شكرا ليك. شكرا سي على قبولك التدخل معنا في البرنامج. نحكيو اليوم على تحالف مدني لمكافحة التدخين في تونس. صحيح، واحنا فرحانين برشا بوجود تحالفات، خاطر كان فما برشا جمعيات تنشط في مجال مكافحة التدخين، ومنها جمعيات علمية معروفة كما جمعية القلب والشرايين، جمعية نتاع أمراض الرئة، فما جمعيات نتاع السرطان، وكان فما زاد جمعيات مدنية، فما جمعيات ساعات عبد ما تقول شنو علاقتها بالتدخين، كما جمعية السلامة المرورية ولا غيرها، كلهم كانوا ينشطوا كل واحد في بلاصتو هكا في مجال مكافحة التدخين، بخلاف القوانين ولا سياسات الدوله اللي تحاول تعملهم باش تحد من الظاهره هذه اللي ما حكيتوا عليها، ظاهره قد ما نقول خايبه وشويه نحكيكم شويه ارقام من بعد باش تفهموا قداش هالخطوره نتاع الافه هذه. عاد قلنا احنا كيما حاجه هي معروفه من قبل والناس كل تعرفها، في الاتحاد قوه، راه اذا كان نحبوا نوصلوا لنتيجه لازمنا نتحدوا. فكيما في بلدان اخرى في بلدان العالم تقدم خاصه، ثم يصير تحالف، معناتها باش ما تقعدش كل جمعيه تنشط وحدها،
ولا يكون النشاط نتاعها في مجال مكافحة التدخين هو نشاط فرعي. كونا التحالف هذا تقابلنا توا احنا 9 جمعيات، ولكن ملي كونا التحالف هو يوم 27 مايو صدرت الرائد الرسمي من جديد بمناسبة اليوم العالمي الامتناع على التدخين. ثم جمعية أخرى باش تلتحق بنا والتحالف هذا، أنت قلت أهداف، أنا الأهداف هذه بطريقة نمطية العباد تعرفها، هدف الحد من التدخين كل يقول لك أي ومن بعد. احنا اللي يهمنا هما حاجتين، الحاجة الأولى هي الوعي نتاع المواطن، الوعي مش كونه التدخين مضر للصحة كما يعرفوا هكا، الناس كلها تعرف كما كنقول 13,000 تونسي يموت في العام من جراء التدخين، وهو تقريبا خمس الوفيات في تونس. اللي ما عاد حتى حد معناتها يشكك في خطورة التدخين، ولكن نحكي اللي نقول كونه فما خمس هالوفيات هذيا تدخين سلبي، معناتها الناس ما تتكيفش، الناس على خاطر كبير وعندها شكون يتكيف، خاطر في الدار فما شكون يتكيف. فالمواطن ما عادش يخمم كان حتى في روحه، بل يخمم في روحه ويخمم في ولاده وفي الناس اللي عزيز عليه في زميله في الخدمه. كي نخمم نقول لك راهو عدد السرطانات قاعد يزيد، ومن اكثر الافات اللي تسبب في السرطان هو التدخين. امراض القلب والشرايين قاعده تزيد، امراض الرئه قاعده تزيد. معناتها يظل لي هوني ما عادش باش ما فماش عاقل ما يعرفش اللي التدخين مضر بالصحه. اما انا اللي نحب العباد بيه اللي كانوا عمره ما التدخين كان كما نقولوا احنا بالفرنسيه اون فاتاليتي، معناتها سي الكيف وسي كل، لا في كل وقت تنجم ترجع، في كل وقت تنجم تعزم باش تبطل. ويمكن المعلومه اللي ماذا بيا نقولها، نسمع فيكم بكري تقول لازم العباد تعزم، هو العباد برشا راهم يعزم وبرشا يسالونا قلنا اي باهي عزمت ما نجمش ولا عزمت كيفاش تعاونوني ولا شنو يلزمني نعمل، على خاطر العزيمه واحده ساعات تكفي، مهمه العزيمه ولكن ساعات ما تكفيش، تلقى ناس بالحق معناتها عينهم باش يبطلوا، بالحق قلقوا منه، بالحق كرهوه، عندهم حتى شكون قريبهم توفى، عرفوا لي عباد مربط فيه ولا حتى عندهم تاثيرات ديجا معناها على صحتهم، يحبوا جوستومون يقلعوا على التدخين. وهي تاثيرات، انا من ساعات نحكي على الجانب السلبي، نحكي على الجانب الايجابي، تعرف وقتي تقلع على التدخين في ال 24 ساعه الليليه تحس فما تحسن، تحسن في اللهفه نتاعك، في دقات القلب، في الجمعه الاولى تحس تحسن في المذاق، في طريقه تذوق الاكل، تحس تحسن في شمين الرائحه تولي عندك احسن، تحس الزروقيه اللي موجوده في الشفايف تنقص، تحس برشا من الجمعه الاولى، بعد جمعتين تولي تمشي خير، تولي تطلع على الدروج اكثر، وبعد عام ينقص، يبداوا ينقصوا المضار اللي تقص امراض اخرى، وبعد 15 سنه اللي تقص على التدخين تنجم ترجع كانك لو عمرك اللي تكيفت. معناتها نحب نقول للناس راهو عمره ما يقول لا فاتي الفوت ولا توا شنو باش نبطل انا في العمر هذا، لا يلزمك تبطل، على خاطر التدخين بخلاف المضار اللي حكيت عليه قبل الكل يأثر حتى على الأدوية نتاع الأمراض المزمنة، يأثر حتى على العملية نهار تلوش بوحد يعمل عملية ولا حاجة، الأسباب الكل تحطنا باش نبطلوا التدخين. وأنا كيما قلت لك راني أنا متأكد اللي التوانسة الكل يعرف بالحملات وكل، ولكن شنو اللي قاعد صاير؟ اللي قاعد صاير كونه فما احنا نعبروا عليه بالفرنسية باناليزاسيون، معناتها هاو فما السيجارة الإلكترونية، هاو فما التدخين المسخن ما يعبروا عليه لو تبا شوفيه دخل، هاو اقل خطوره، هاو مثالش، لا والله نعمل سيجار وكذا، والله شيشه في السهريه كذا. انا هذايا اللي مقلقني، راهو هذه الخطوره كي ندخلوا فك النمطيه نتاع لا مثالش وكذا كراب وكل، وهو هذاك الكل فيه خطوره. ولا يقول لك انا ابخي تو جو سي با ان غون فومور، يقول لك انا شنو نتكيف بالليل في النهار على زوج سواقر ثلاثه، معناها سي ريان دو تو بارابور على باكو اثنين، في بالهمش اللي هو نفس الامباكت. انا ديما نقولها بخلاف اللي كونه كل واحد يتكيف عنده خطوره. صحيح. اكثر الدراسات، مش اكثر الدراسات كل اثبتت اللي يبدا بسيجار واثنين وثلاثه بخلاف حالات معزوله اكثرهم يوليو من بعد في بعد دي غون فيمور تو تافي وي بشويه بشويه يولي. دونك انا نحب نقول لها الناس هذوما راهو تنجم تبطل، وراهو عيادات تاع الاقلاع على التدخين موجوده، هذه من السياسات اللي احنا باش نشجعوا عليها في التحالف، نزيدوا ننشروا اكثر هالعيادات. ولاكثر من هكا دوله مشكوره وزاره الصحه مشكوره قاعده توزع، صحيح ساعات اذا مش متوفر نقولها صحيح، ولكن في اغلب الحالات متوفر، وهو منعبروا عليه نيكوباتشولي، هو المعوض النيكوتيني، على خاطر اللي يعمل الادمان هي النيكوتين. وي. والنيكوتين بيدها ماهيش مضره كما الحاجات الاخرين كما الارسنيك ولا الكودران ولا الحاجات الاخرى مضره، ولكن هي بيدها مضره شويه وتعمل سورتو الادمان. هي ماده مخدره، ذاك علاش دايوغ نحكيو على ادمان. هي ماده مخدره تعمل ادمان، وهذاك علاش نجم يعوضوا بالنيكوتاتش لمده معينه ومن بعد يبطل. سي ادي فيبل دوز. هذه دوز بيان ايتيدي، يملوا يبداو في كميه معينه وبعد يمشوا ينقصوا بشويه بشويه. داكو. وهذايا يلزم العباد تعرف اللي
ماهوش ساهل باش تقلع على التدخين معاك معناتها خاطر احنا برشا يقولوا لي تو باهي يعطيك الصحة تقول لنا نقلعوا على التدخين بارك الله فيك يا ما شوفوش كيفاش تعاونوني قول لكم موجود كيفاش نعاونوك والعيادات هذه موجودة في الخاص وفي العام موجودة حتى في المستشفيات صحيح ماهيش منتشرة يمكن بالصفة الكافية وهنا قاعدين نعملوا مع وزارة الصحة باش ننشروها تنتشر أكثر بالصفة اللازمة للمواطنين ولكن احنا العيادات الموجودة توا ماهيش معبية برشا العباد ما تجيش العباد ما تعرفش العباد ما تعطيهاش أهمية العباد ديما يحطها في باله وتدخل معلومة مش قاعدة تتعدى باغ اكزومبل ها وانتم ربي يقبلكم وربي يخليكم اي هو صحيح اليوم العالمي للإنتين على التدخين ولكن احنا مضربين على طول العام العباد راهو كان بدي باش نحكي لكم انا كان تخلوني نحكي لكم على مظاهر التدخين توا العباد هكا فزعت وصار مسار وقت سمعت بالكورونا والكوفيد effectivement. الكورونا والكوفيد اللي في دماغ التدخين يقتل اكثر منه كل عام لمده اعوام واعوام وقاعد يزيد والعباد تقول لك لا والله لا وما وبخلاف الموت ما على خاطر احنا نصنفوها كوم ايتون اون مور سيلونسيوز تعطيك الصحه اون مور لونت مور شويه بشويه العباد ما تراهاش وقديش من واحد انا جرحت مرض السرطان كنت تشوف قديش نسمع كلمه يا ليتني وانا بنبدا كي نقولوا معناتها مش لازم توا تخمم في هذاك ولكن انا بيدي في قلبي يوجعني قلبي كي نشوف مواطن كيف حياته الكل وصل عنده سرطان الرئه ولا سرطان اللسان ولا سرطان الحنجره ولا سرطان المعده وغيرها 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 من السرطانات انا راني ما نحبش برشا خليني قلت لك الخطاب السلبي نحب ديما الخطاب الايجابي ديما نخمم نقول المواطن ما تخممش في اللي يصير لك تتكيف خمم في اللي باش كيف عاش تتكيف كيف تتحسن تعرف الحياة بكلها تتمتع فيها خير تولي تحس المشية سهلة تولي تحس المحواسة سهلة تولي كي تمشي البلاصة تنستنشق الهواء خير تولي كل شيء يقولك أحسن الماكلة بتطعمها خير حياتك في كل شيء في كل شيء وحتى سمحني نعرج حتى في الحياة الجنسية بالنسبة للرجال تكون أحسن معناتها كل شيء يكون خير فأنا نقعد باهت في الناس اللي تعرف في البلدان المتقدمة تخيل معاش حاجة مش حاجة موجودة وليت حاجة مسامحوني في الكلمة وليت مسخة حاجة قديمة الإنسانية تطورت توا المعمول به هو الليكولوجيك البيولوجيك الهيلثي معناتها صحة الرياضة ما عادش التدخين حاجة قديمة تطور في العالم 80% من المدخنين من بلدان العالم الثالث في بلدان العالم الثالث توتا في ما على خاطر اوني دي كونسوماتور دونك قعدنا في الاسبريم تاع دي كونسوماتور وي فما بلدان كيما لا نوفيل زيلاند معناتها نيوزيلاند في 2023 معناتها العام الجاي بلد كامل بدون تدخين مش المطارات والمناطق المغلطة والمطاعم بلد كامل البرة في الكيس في دارك في أي منطقة ما عندكش الحق تكيف معناتها كاينها مخدرات ولا حاجة احنا واحنا في تونس مازلت العباد لا والله وما يسالش وهاو نصرفوا منه وهاو سي حاتم سي حاتم انا تو باهي باش نسالك كاينني مواطن نسمع فيك شنو تحكي دايوغ يعطيك الصحه معناها كلامك الكل معناها موزون ويقنع وسا دون انفي جوستومون سا دون انفي باش انا اليوم باغ اكزومبل كان جيت نتكيف نقول السؤال يطرح نفسه بتدخل مستمعين ينجموا يطرحوه معنا من خلال المكالمات الهاتفيه انا اليوم غيالمون انسان نتكيف بو امبورت قداش نتكيف في النهار سيجار واثنين مهم نتكيف ونحب اليوم انا نقلع على التدخين كيفاش نعمل اعطيني السيركوي كيفاش نعمل بالضبط يعطيك صح الاسهل والا المعمول به هو تمشي عياده نتاع اقلاع على التدخين تقول لي وين العيادات نقول لك راهم موجودين نجم نعطي ليست كامله فما 71 عياده معترف بها من وزاره الصحه لاقلاع على التدخين وينجم يسال في كل مستشفى جامعي في القروين عندكم مستشفى ياسر كبير وباهي على ما اظن في عياده في قسم الرئه للاقلاع على التدخين في الاقلاع على التدخين هذا باش نقولوا في السهل ولكن يقول لك يا خويا ما نحبش نمشي للمستشفى انا هاني نعرف نقول له باهي ينجم ياخذ معوض النيكوتين من الصيدلية ولكن يلزمو ياخذوا في دوزة معينة وحتى باش معوض نيكوتين نعطي طريقة سهلة أنا هاني نعطيه أول حاجة أنت قلت عليها وهي أهم حاجة هي واحد يعزم بمصداقية يعزم هو مقتنع ثاني حاجة احنا علاش ديما فما ناس تنجم كيكا من اليوم غدوة يقول لك أوب بطلت نحيت خويا أحسن حاجة هذيك ولكن في أغلب الحالات يرجعوا القوة إي ما تنجمش تقيك على خاطر أنت لونفي لو بوزوان نتاع اكل مخدر هذاك يقعد ديما موجود أكيد. احسن حاجه هو الاقلاع التدريجي الاقلاع التدريجي كيفاش يكون يا خويا سهل ياسر انا ماني نكيف 20 سيجارو في النهار مثلا وعندي سيجارو ديما هذاك يا خويا انا نكيفه بعد في باشات يا خويا نوخره نص ساعه نوخره ساعه السيجارو اللي من بعده كنت باش نعمله بعد نص ساعه لا نزيد نوخره اكثر
نلقى روحي من غير ما نشعر ملي كنت متكيف 20 وليت متكيف 15. كيف البرانسيب نتاع اي تغيير باش تعمله في حياتك لازم ديرها بطريقه تدريجيه مهما يكون الشيء هذاك. في المواطنين التوانسه وتبهتني برشا المواطنين التوانسه برشا داير برشا يبطلوا من رمضان برشا في رمضان يبطلوا او في رمضان تنجم اي برشا يبطلوا في رمضان على خاطر يلقى روحه ينجم من الاول يتخيل روحه عمره ما ينجم ومن بعد يلقى روحه ينجم ومن بعد السيجار وبعد شقا الفتره يقول ترخى نوخر شويه وبشوي بشوي وعندنا برشا توانسه يبطلوا. انا ما نحبش نحكي ياسر على الجانب الديني ولكن حتى في الجانب الديني راهو كان تحسبها الدخان معناتها مضر للصحه اي حاجه مضر للصحه دونك تبدل في المال نتاعك انت معناتها انا ما نقبلوش في ثقافتنا في ما عادش معمول به صدقني في ما نحبش نذكر شو تقولوش نذكر كان في ديننا احنا حتى في الاهلي في الفاتيكان ممنوع تدخين الدخان نحاول نقول لك دينيا مش مقبول معناتها احنا توا في انا ديما نحب ناكد على يلزم التونسي يشعر اللي هو ماهوش ممكن في كونه في 2022 ومن ثم نحكيو على بديهيات بديهيات الانسانيه توا الدخان ولات حاجه قديمه حاجه مش داير هما معناتها ولاو اتجهوا للبلدان الناميه على خاطر في البلدان المتطوره ما عادش نسبه التدخين ماشيه وتنقص حتى الصوره اللي كانت قبل كانت تفكروها في السبعينيات نتاع الممثل نتاع الكوبوي اللي بسيط ما عادش احنا برك راهو مازلنا في مسلسلاتنا وهوني بربي كانت تسمح لي دعوه بكل لطف انا نمن بالحريه التعبير ونمن بالحريه الفكريه وحريه المبدع بصفه عامه ولكن كيما تنجمنا نعملوا مسلسلات يأديوا المعنى ونوصلوا للمعنى اللي نحبوا عليه نحينا حاجات ما نقبلوهاش كيما كلام مش معقول ولا كلام زي ما يتقالش في مسلسلات رمضان النجم زادرة ونأديوا المعنى ونعملوا مسلسلات ناجحة من غير دخان علاش البطل كي يبدا فرحان يتكيف وكي يبدا حزين يتكيف وكي يبدا ما نعرفش شنو عنده حفله تولي شيشه الصوره النمطيه هذيك اللي ترسخ في المخيله نتاعنا وتولي الصوره العاديه قوة المبدع كي يؤدي المعدة وهو يخدم الإنسانية ويوجه رسالة أي ويوجه رسالة هذيك القوة نتاع الإبداع أنا معناتها بكل لطف معناتها نعرف اللي المبدعين معناتها عندهم الحرية التامة ولكن كيما هاو ينجموا هاو ينجموا حاجات نتخلاو عليها باش المسلسل يتعدى في رمضان نقبلوه كعائلة تونسية يا خويا نحي لي الدخان راهو يضر أكثر من حاجات أخرى قاعدين تنحيوا فيها نجموا نختموا بها جانب السياسة الصحية اللي مقتدي بها في بلادنا وكي كنطوروا بها برشا مظاهر ونتوقعوا بها برشا مظاهر يعطيك الصحة وأنا فرحانة اللي أنتم هكا تطرقوا الموضوع هذا بجن معناتها كسورة إنما أنا ديما نقول لهم العباد قلقت شوية من كسورة النمطية نتاع ما تتكيفش والتدخين مضر بالصحة وكل الأرقام وهذه المخاطر نتاعو وهذه الآثار السلبية الناس الكل يعرفوهم اليوم وشفت احنا نحاولوا هكا الناس اللي تخدم في مكافحه التدخين حاولوا نبدلوا واحد ومن الشيره الاخرى هم يبدلوا في الانواع نتاع الاذواق وهي السيجاره الالكترونيه فيها نكهه ما نعرفش شنو وببليسيتي اخرى ويمشيوا للجمرك اللي يبيع الدخان بلاش يدهنوا له معناتها الوحده نتاعو صفرة ويصوروا فيها جمل وكل باش يعملوا معناتها حاجات ماهيش مقبوله هذيك في حتى بلاد ما تلقاها الله غالب احنا في تونس القوانين نحاولوا نطبقوهم كيما تعرف كيما في حاجات اخرين كيما المشاكل اللي صايره كل التطبيق القانون ساعات يكون صعب شويه معناتها كيما اللي يحرق ضوء في الكياس كيما اللي يعمل حاجات نقولوا احنا عندنا مناطق ما يلزمش يتكيفوا فيها العباد تتكيف لي زون فيمور اي نون فيمور اللي ان سارتان مومون في بلادنا حسينا صارت موجه ولكن كيف اي موجه دونك يصير افي دماس وبعد تندثر اليوم تلقاه جوست وراه البلاكا نون فيمور مي كوميم هو قاعد يتكيف وهذاك علاش انا ديما نقول الردع لازم وهنا نبدلوا في القوانين وهنا ندعيوا لتبديل القوانين ولا نحاولوا نغلوا باش نغليوا السم نتاع السجائر ولا نحاولوا باش نعملوا الصوره اللي فيها مرض ولا حاجه على علبه السجائر هذا الكل قاعدين نبدلوا فيه ولكن ما غير كافي هذا الكل للاسف مش كافي ها باش نقول الردع راهو معمول عاده الفئه ظالمه معناتها انا الاخت اللي قد تسمع فيا توا متصور انت ما تسرقش مش على خاطر خايفه لا يشدوك ولا باش يعاقبوك ما تسرقش خاطرك ممنا اللي سرقه ماهيش حاجه باهيه لي كونفيكسيون نخدموا على لي كونفيكسيون بيرسونيل انت شكون اللي نطبقوا عليه القانون اكل في افضل اللي هو قعد يسرق الله غارب رغم اللي كلنا متفقين اللي سرقه مش حاجه باهيه انا هيت متفقوا فيها احنا الكل اللي التدخين مش حاجه باهيه باش تقعد من بعد في ظالة اللي هي قاعدة تتكيف هذيك نطبقوا عليها القانون والردع صحيح اعطيني انا كمواطن كانسان نقول انت
التدخين كيما السرقه كيما حاجات اخرين معناتها ماهمش باهين ماهوش مقبوله حطهم في نفس الخانه يعطيك الصحه يولي المجتمع ما عادش قابلها يولي انا صدقوني مش انا كي واحد يبدا في الشارع ماشي على روحه في الكيس لا وقت تلقي شعر سيجار ونحس روحي اجريسي نحس روحي ماذا بيا نمشي نقول يا اخويا علاش معناتها تالك في صحتك تالك في جيبك تالك ما قلت لي على غلب قلت لي حاجه ما نقبلهاش ان شاء الله تتعمم الفكره هذه عند التوينسه الكل. سامحني سي حاتم احنا اللي ضيق الوقت حابينك تقعد معنا اكثر ونحكيو اكثر في الموضوع هذا يعني نجمو حتى مره اخرى نعاودو ونحكيو فيه لانه بالحق موضوع يستحق اكثر وقت. شكرا ليك سي حاتم بوزيان وموفق ان شاء الله جوستمون في التحالف هذايا وان شاء الله كي تكبر اكثر من 9 جمعيات ومعناها وينخرطوا معاكم جمعيات اخرين اللي ما لي نمشيو للجهات فوالا يكونوا عندنا ممثلين ان شاء الله وكي تجيو بحذنا القروينه اكيد باش تكونوا بحذنا موجودين هنا في الشارع ديما باش نكونوا في متابعه للانشطه اللي باش تقوموا بهم في القروين والا في مختلف ولايات الجمهوريه ان شاء الله ربي يوفقكم. اول تحالف مدني لمكافحه التدخين في تونس كان معنا رئيس التحالف التونسي للتدخين سي حاتم بوزيان. احنا مازلنا مواصلين معاكم في منتدى الحياة ما 23 دقيقة المشوار يتواصل معكم حتى للأربعة. بدينا نوصلوا معكم الختام حسيتنا لكن مازلنا في استقبال تليفوناتكم على 70-035-120 معنا بالتليفون سي وليد مرحبا بك على موجات الحياة فاد. أهلا وبيك يا عايشة. مرحبا سي وليد نحكي اليوم على الإدمان على التدخين واحنا اليوم 31 مايو اليوم العالمي للإقلاع على التدخين. شنو عندك ما تحكينا في الموضوع هذا شنو رأيك سي أنت في الناس اللي يدمنوا على التدخين عندك تجربة خاصة في الموضوع هذا تحب تحكي هنا بتبيعة وإلا لا هذا يرجع ديما لليك أنت القرار ليك. يا عايشك أول حاجة في المناسبة اليوم هذا ندعو جميع المدخنين في تونس وخارج تونس في العالم كله انهم يحاولوا لماكسيموم انهم يبعدوا على الافه هذه خاطر الافه هذه بالحق معناتها هو الاول حتى مدمن للتدخين يحسها ويفهمها وتقول مثلا راهو التدخين راهو مضر بصحتك ومضر بفلوسك ومضر حتى بحياتك الخاصه ومضر حتى في الناس المحيطين بيك صغارك عائلتك اصحابك هذوما كل متعرضين فهمني انهم باش يضروا من الجراء انك انت تدخن. انا الحقيقه مدمن تو نجم تقول تو اكثر 22 سنه بالضبط عندي على التدخين وتعرف اللي هذا تعرف معناتها عند... انك وليك اعطيتني المقدمه بتاع هذه الكل في بالي باش تقول لي انت ماكش تتكيف تتكيف للاسف هذه قلت لك هاني خاطر خاصه الادمان على التدخين راهو اكثر بشر يشس به ويفهم ويفهم اللي يتكيف راهو المدخن مو فرقة عجيبة الحقيقة عنا في تونس بون مش في تونس في العالم الكل الإفة هذية موجودة ولكن احنا اليوم نحكيه على المجتمع التونسي. انت يا سي وليد تقول لي انت تعرف المخاطر متاع التدخين تعرف اللي هو يضرك انت في جسدك في صحتك الجسدية ولكن قاعد تتكيف واكثر من 20 سنة تقول 22 سنة تدخين معناتها نحكي لك وبصفة مسترسلة بيتي لت 22 سنة ذوما حتى مرة ما خديت القرار باش تبطل الدخان نجم نقول لك الف المرة. وقديش تقعد مثلا اكثر مده قعدتها من غير دخان ابار شهر رمضان بتبيع اكثر مده لا حتى في شهر رمضان وانا تكيفوا بعد شقل ما وتي لتك النهار هذاك على الاقل تحس روحك نجمت نقصت شويه نورمالمون صحيح صحيح اما شنو اول ما تشرب توك مغرفه الشوربه من الاول ديريكت مخك يمشي في سيجار للاسف اكثر مده قعدتها من غير دخان اكثر مده بقيتها من غير دخان بقيت مده 40 يوم 40 بريسكو 10 ايام. وعلاش حسيت روحك رجعت وهو ديجا تستغل حضور مدام سونيا جبالي اخصائيه ومعالجه نفسانيه كان عندك اي استفسار فيما يخص اذا كان انت تحب تاخذ ديسيزيون لقيت روحك ما نجمتش ما نعرفش اي استفسار تنجم تجاوبك عليه في المباشر. شوف عطي المدام تسمع فينا الدكتوره ديسيزيون لاي مدخن هذه هاني قلت انا حاجه عايشه باكو الدخان تكسروا الف المرات في حياتك. الهوس نتاع الاقلاع على التدخين بريسك هو حاجه مش في اليوم نتاعك كل نهار تروح تحط راسك على المخده ديريكت تقول غدوه مش نبطل الدخان كان على مساله صحيه ولا على مساله حتى مادية حتى فلوسك حتى فلوسك الماديه الحقيقه شوفوا تو نحن تعيش معناتها كي تبدا صوتك قاعد يبعد شويه سي وليد تحاول ما نعرفش تهز شويه في صوتك باش نسمعوك واضح. الواحد حتى كي يعيش مثلا حتى بمصروفه الشخصي يقول لك اني 5000 نحرم منها صغيري من باكو الحليب وكعبة الكوش وكل شيء نمشي نخرج بها دخان باش في الاخر انا نضر روحي ونضر غيري
وتضر حتى صغيرك هذي... مادام كتم تكيف ساعات نجم تكيف في الدار لوكو صغيرك دا موجود معنا في المحيط ونجم السلبي اللي نحكيوا عليه. انا عن تجربه مثلا الدخان في داري مثلا ما تكيفوش وقتاش اكثر اوقات الذروه اللي انت تتكيف فيهم تيمورات اكثر اكثر بريود خاصه مع القهوه ولا كي تكون مثلا في الخدمه تبدا في الخدمه وخدمه طالب تركيز معين تبدا الدخان اللي انا نحكي لك يومين برسك يومين زوز باكويت في الخدمه على خاطر الخدمه نتاعك تستحق برشا تركيز هذا اي اغلبيه الخدمه ما فماش خدمه مثلا مستحق هذا مؤشر اللي انت انسان ما تعرفش تتكيف مع القلق والضغط النفسي اللي تعايش فيه دونك بالنسبه لك انت تلتجا الى التدخين باش تنجم تحاول تضبط نفسك خاصه في التوتر نتاع الكم الهائل نتاع الخدمه صحيح هي اكثر حاجه دونك لو كان تعاود ترجع يمكن تنجم تباشر عند اخصائي نفسي يوسف يعطيك الاليات كيفاش تنجم تتكيف مش تتكيف بالمعنى تتكيف دونك كي تتكيف مع الضغوطات النفسيه اللي نجم تعيشها وتنجم تطور من اليات حمايه الذات عندك اكيد ناكد لك 100% اللي في بتلقى روحك في يوم وضحاها كونك اقلع على التدخين بصفه مباشره من غير حتى بطريقه تدريجيه. لما لا سي وليد يكون هلا انا مثلا مش نعطيك حتى تجربه يعني هنخذ يعني عندي والدي تو عمره واش بالضبط عمره 77 سنه ربي يطول ان شاء الله ربي يطول في عمره 77 سنه بريسك ملي عمره 15 سنه 16 سنه ويتكيف يومنا هذا العام ناول رمضان نتاع عام ناول معناتها دخل رمضان اول فيديو رمضان وكل شيء جيتك الأزمة هي الصحية وكل شيء في المتوسط أي ولا يتقلق من صدره من البلغة اللي خرج فيه وكل شيء مكلوسه خاصة من الصباح وكل شيء في منه وحده قرر أنه يقلع على التدخين ولا مع سيدي رمضان قال له سيدي رمضان ما نتاع صيام وكل شيء خويا حتى مثلا بعد شق الفترة كنت نخرج القهوة ما عادش نخرج للقهوة يعني نبقى بالحق انا شفت مثلا هذا هاو في 77 سنه وكي قال صاي بطلوا كومبليتوم ولا دويات ولا شفت طبيب ولا حد شيء معناه هذا اذا يدل على شيء يدل على كونه اذا الانسان يكون مقتنع بالفكره كونه باش يقلع على التدخين لا الى شيء ولكن لسلامه صحته الجسديه والنفسيه فحتى شيء ما ينجم يرجعه بالتوالي اما اذا نكونوا ماناش مقتنعين او بالاحرى قاعدين نحافظوا على نفس نظامنا اليومي من غير ما نحاولوا نغيروا فيه باش ينجم تغير جوستمون لي زابيتود نتاعنا فهذايا اوتوماتيكمون باش يخليك كونك تنجم تقلع شهر اثنين ثلاثه ولكن كي باش ترجع نو سولمون ترجع ما يزيدها ترجع وساعات نجم ترجع بقوه فكميه التدخين تنجم تتفاقم في عدد السيجارات اللي تنجم تتكيفهم في النهار. سي وليد مازلت معانا؟ مازلت معاكم احنا نظرا لضيق الوقت باش نختموا حصتنا لليوم ولكن انا ماذا بيا اليوم تحاول تراجع قرارك هذايا وان شاء الله لما لا من معناتها من لهنا من الاستوديو نتاعنا من خلال مداخلتك معنا تكون عندها الاثر الايجابي عليك خاصه في الخدمه يزم يعاود يعرف كيفاش ينظم روحه ويعرف كيفاش يقسم بتدخل الاوقات نتاع الخدمه نتاعو كيفاش لي تاش يزم يعمل المهم والاهم لكن يعرف كيفاش يخرج من كل المناخ اللي هو يتكلف حتى مع حتى فما معناتها احنا نعرفوا اللي اليوم في تونس عندنا برشا وظائف خلينا نقولوا فما برشا اعمال نخدموهم ما ينجموا يتخدموا كان تحت الضغط صحيح. للاسف معناتها فما برشا ولكن ما نتعلموش مهارات جيستيون دو ستريس ما نعرفوش كيفاش تكيف مع الضغوطات النفسيه في الـ في الـ في المجال المهني فيسوفي نعرف كيفاش نتكيفوا مع الضغوطات هذيا اكيد معناها مش كان الاقلاع بركة على التدخين ولا الاقلاع حتى على شرب القهوه على خاطر حتى شرب القهوه هو ديجا قال انا كي نشرب القهوة وقتها يجيه الإحساس كونه هو يحب يتكيفك السيجارو مع القهوة دوك هذوما من لي زابيتود لو كان يغيرهم في عوض ياخذ قهوة ياخذ حاجة أخرى تنفعوا حاجة مثلا غلة كعبة غلة جو فخي يبدا هكا بجنبه دابوزة ماء حتى أضعف الإيمان دابوزة ماء خاصة في الطقس هذايا فأكيد قد ما يغير لي زابيتود نتاعو على قد ما تتغير لي زونفي اللي تخول له كونه هو يتكيف شكرا لك سي وليد
مشكور لمداخلتك معنا، تحية كبيرة لكم أنتم زادة الناس اللي المستمعين اللي تواصلتوا معنا تيلة الساعتين هذوما، كيف كيف زادة تحية للي تابعونا من ماضي ساعتين وربع بدينا معكم المشوار حتى التوا هكا نكون وصلنا معكم الختام حصتنا اليوم. تحية كبيرة زادة المدام سونيا جبيلي اللي رافقتني واللي ديما ترافقنا في منتدى الحياة، نحيي وزادة شكر الشحاوي سهيل السالمي كوتي ديجيتال، نحيي وزادة أمنة بوخيت اللي أمنت لكم البث المباشر تيلة الساعتين هذوما، كنت معكم سيوار بن حميدة من قدام الميكرو، تحية الأنس الهمامي في استقبال تليفوناتكم، تابعوا بقية برامج الحياة فيم جاوك على 93 من 4 حتى 6 موجز الأخبار مع حسين النابتي، أهم الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية، ما تبعدوش بعيد ديما خليكم معنا على 93. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية.